السلام عليكم. بالله من خلال الأحداث الأخيرة نستشف أنا نقرأ قرب انتصار الديمقراطية على الاستبداد، والمؤشرات عديدة. هاو قول لكم ربما يقفل عليها المواطن في زحمة الأحداث. أولا العياشي الزمال اللي هو الثالث وفيه بصيص من الأمل، عيطوله الشرطة مش يبحث، وانا نتصور اللي مش قيس سعيد تبقى عليه الحيل الشيطانية المعروفة، اما يدركه في الحبس ولا يخلق له تهمة ولا يلبسه سرقة ولا حاجة ويقول لا غالب ما طلع حتى شيء، ولذا يمشي على روحه يطلعوا معناها سارق وخاين ومن المخمورين ومن هاي الجماعة اللي كيف ال 12 مليون الاخرين الكل. ثانيا الجولات هذه الغزوات اللي يعمل فيها الشعبوية في الارياف اخرها استاء وجوه لخلق تبدل. علاش؟ ما عادش فما استقبال وهتاف وكذا، الناس على نيتها قبل توافقوا اللي حتى مشكلة ما تحلت، ويجي يكذب عليهم ويدجل عليهم ولا اسمه سطور كما قال بشير الشابي. ولذا ولو يقولوا له ديجاج تجرؤوا، شوفوا الفيديوهات وحلوها حتى من غير ما تسمعوا الكلام، وفما اللي فيهم بالكلام. ولو يهربوه جماعته يتلفوا بيها جماعه وملثمين وبالمطريات وواحد يهربوه ويطلع الكرهبته ويمشي على روحه. ما عادش فما هاك المستنية والصبر والحلم اللي كان عند الناس، وخاصة الفقراء والمهمشين واللي ما لقاوش لا خبز لا حرية لا كرامة ولاو ياسين. وهذا مؤشر آخر. المؤشر الثالث مجرد المطالبة في تونس وخارج تونس بالملف الطبي، وهذا معمول به في جميع الديمقراطيات ولا نصف الديمقراطيات ولا ربع الديمقراطيات، معمول به شرط من الشروط، هو شرط اللي ما يتشرطش. حاجة عجيبة وأهمل هذا، وانتم ما تعرفوا علاش. وتذكروا الكلام تاع اللي كانت نمرو 2 في النظام شنو قالت، ومعقول انه التاريخ قاعد يصدق في كلامها. الثالث المؤشر الثالث وهو اللي ما فكرتش فيه النخبة، توا النخبة منقسمة أو حتى المواطنين منقسمين إلى إما المشاركة في الانتخابات أو مقاطعة الانتخابات. أنا نقول لكم فما حل ثالث ربما ما فكرتوش فيه، وبالتجارب بالحكمة اللي يكتسبها الإنسان بالزمن وبالسن يهتدي لها، وهو أنه مش باش يوصل الانتخابات 6 اكتوبر وما تقعش لاسباب عديده دو بعد في فيديو اخر نفسرها لكم، اللي هي اسباب موضوعيه ما يوصلش. وكي ما يوصلش يروحوا اللي البرة مرفوعي الراس، ويخرجوا الابرياء المسجونين توا القامات الوطنيه من السجون، وتاقى حتى ولو بتاجيل 6 شهور ولا عام ما يهمش، انتخابات نزيهه وشفافة وكل واحد يجيب برنامجه ويقدمه للشعب كما المنطق يقتضي والديمقراطية تقتضي ومصلحة تونس العليا تقتضي. هذا اللي حبيت أقوله لكم، والسلام عليكم.